بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الإحسان بعد أن ذكر شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الأولى من الإحسان، وهو الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. الإحسان في القصد والإرادة، أن يكون الإنسان إرادته وفق شرع الله سبحانه وتعالى، يريد ما يريده ربه عز وجل، يحب ما يحبه الله ورسوله، يبغض ما يبغضه الله ورسوله، يبتغي مرضات الله عز وجل، يهذب مقاصده بالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العزم مبرما قويا. الإرادة تكون عزما وليس مجرد خواطر وليس مجرد أماني، فلا بد من إرادة جازمة هي العزم، العزم المبرم المقطوع به أنه يسير إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا، ليس مجرد حديث نفس، ليس مجرد خواطر وأحلام يقظة، ليس مجرد أماني مغفرة، أماني السير في طريق الالتزام بالشرع، ولكن عزم أكيد، عزم مبرم. و أن يصفي هذا القصد من شوائب إرادات النفس، يصفيه حالا بحصول الإخلاص في القلب. فالعلم والصدق والإخلاص كانت هي حقائق أو معاني الإحسان في الدرجة الأولى. قال الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال، وهو أن تراعيها غيره وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا. الأحوال أعمال القلب، خلاصة الكلام فيها أو ما يقصد المتكلمون فيها رغم الاختلاف في التعريفات هي أحوال القلب، لأن هناك أعمال ظاهرة لا بد أن توجد معها أعمال باطنة. أعمال ظاهرة من صلاة وصيام ونفقة وحج وعمرة وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، أعمال ظاهرة لا بد أن تكون معها أحوال باطنة، لا بد أن يكون معها حب، لا بد أن يكون معها خوف، لا بد أن يكون معها رجاء، لا بد أن يكون معها مراقبة، لا بد أن يكون معها إنابة إلى الله سبحانه وتعالى وإخبات اطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى وسائر أحوال أو أعمال القلب. فالإحسان في هذه الأحوال أن يبلغ أن تكون هذه الأحوال القلبية على أحسن الأحوال كما كانت إرادته ومقاصده موافقة للشرع و صادقة في العزم وخالصة لوجه الله، فكذلك لا بد أن تكون هذه الأحوال أيضا يجتهد في إحسان العمل بها، في تحسينها حتى يكون باطنه أكمل من ظاهره أو على الأقل مساويا له. فهذا الأمر يحصل بأن تراعى هذه الأحوال عندما تمر بقلب الإنسان، غيرة أن تفوت منه، يغار أن تذهب إلى غيره،
لأن الله عز وجل هو الذي يمن على عباده بهذه المنن الباطنة، بهذه الأحوال الباطنة، هذه الأمور التي تمر على القلب من شعوره بحب الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته والرغبة فيما عنده والزهد في الدنيا والتطلع إلى مرضات الله عز وجل. هذه منن من الله سبحانه وتعالى، لو لم تراعيها، لو لم تجتهد في حفظها وصيانتها انتقلت منك، بحثت عن قوم آخرين. أعني أن الله سبحانه وتعالى يحرمك منها ويعطيها لقوم آخرين يقدرونها حق تقديرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالشكر نعمة من نعم الله، هو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحقها. فلما تكبر المتكبرون من المشركين وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أجابهم الله عز وجل بقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه وتعالى وضع الإيمان عند من يعرف قدر هذه النعمة. فلو أنك أعطيت نعمة من نعم الله، وجدت في قلبك حبه وخوفه ورجاءه، وجدت التلذذ بعبادته، وجدت حلاوة الإيمان، فإن لم تصن هذه النعمة نقلها الله عز وجل إلى قوم آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فليست النعم الظاهرة بشيء بالنسبة إلى النعم الباطنة. نعم الله كلها عظيمة، ولكن النعمة الحقيقية هي ما يمن الله عز وجل به على عبده في أن يصلح قلبه وباطنه. والإحسان في ذلك أن يراعي هذه النعم الباطنة ويحافظ عليها حتى لا تذهب إلى غيره، حتى لا تزول عنه، فإنه لابد في الخلق ممن يقوم بها. الله عز وجل ما يخلي الأرض من طائفة يقولون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فإن لم تكن أنت منهم فإن الله عز وجل يجتبي لها قوما آخرين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأن تغار على هذه الأحوال، أن تغار أن يكون غيرك أولى بها منك، أنك تعيش، تغار أن تكون أنت من سقط المتاع، لا تعبأ بحب ولا خوف ولا رجاء، همك في الطعام والشراب فضلا عمن يكون همه في الشهرة والملك والجاه، الإرادات الفاسدة المنكرة والشهوات المنحطة. إذا كنت قد من الله عز وجل عليك في وقت من الأوقات بحبه ورجائه والتوكل عليه والخوف منه وسائر أنواع الأحوال الباطنة، فأنت تغار أن يكون غيرك أسبق وغيرك أولى، أو أن تكون أنت مع المتخلفين تراعيها غيره وتسترها تظرفا. الظرف هنا، التظرف هنا مش على اللفظ الذي نعرفه من الإنسان الظريف اللي هو إيه يستظرف زي ما بيقولوا، لا، والله أعلم وأعلم أن الظرف هو الوعاء الذي يجعل فيه الشيء، مش كده؟ ظرف يعني عبارة عن حاجة بيغلق عليها، أليس كذلك؟ لو أنت جواب مهم ومش عايز الناس تطلع عليه بتعمل إيه؟ عايز تحطه في ظرف وتقفل إيه؟ تقفل عليه وتديه لواحد يقول له توديه له زي ما هو، مش كده؟ عشان ما حتى لا يطلع عليه من ليس اهلا لان يطلع على ايه، على هذا الامر. فانت اذا كنت من صاحب احوال باطنه فانت تسترها مغطيا وجودها، لانك تعلم ان هذا امر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولست بالذي تعرضها للضياع، لست بالذي تعرض هذه الاحوال أن يطلع عليها من ليس أهلا لذلك
أو أن تتفاخر بها مثلا، أن تكون همتك في أن تتمدح بها عند الناس حتى يقال عنك ما سبحان الله ما أخشعه في صلاته، ما يعني أحسن يعني أشد خوفه من الله، ما أعظم توكله على الله، فإن هذا مما يتمدح به أكثر مما يتمدح به من إيه؟ من كثرة الصلاة والصيام مثلا، فإن هذا عند أهل الإسلام أعلى درجة، فإن هذا يصلي بخشوع مثلا أو يؤدي يعني العبادات يعني حضور قلب، فمثل هذا الإنسان يكتمه المؤمن، يكتمه ولا يعني يحاول أن يظهره للناس إلا عند الحاجة إلى ذلك، إلا عندما يكون هناك مثلا على سبيل المثال من يرجى أن يسير على الطريق إذا لاحظ هذا الأمر، وكم من يعني صغير كان من أعظم المؤثرات في قلبه من رآه من أقاربه أو شيوخه أو العلماء الذين تعلم منهم في حال عبادته، ولكن كان أكثر أهل السلوك الصالح أهل التقوى والخشوع يحاولون كتم ذلك، يكتمون حسناتهم كما يكتم الناس سيئاتهم، ويحبون أن تظل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك أأمن عليهم من الرياء وأأمن عليها من الضياع، وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا، تصححها تحقيقا بأن تتحقق بها. هذه الأحوال لا تكون صحيحة إلا إذا اكتملت، تحققت، حصلت حقيقتها، حصل كمالها في القلب. والكمال درجات، هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب، فأنت تصحح هذه الأحوال بأن تذهب عنها الدرن، تذهب عنها النقائص والعيوب التي قد تتعلق بها، حتى تكون حقيقة كل حال منها، حقيقة كل عبادة قلبية حاصلة بكمالها، لا يشوبها شوائب مخالفة، هذا تحقيق العبادة القلبية. يقول ابن القيم رحمه الله: يريد بمراعاتها حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول فإنها تمر مر السحاب، أو غيرة عليها أن تحول، تحول يعني تمر أو تتغير، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذا الأمر يمكن أن يحصل الإنسان بعد أن كان في سبيل الخير، في سبيل الحق، على الصراط المستقيم تحول، وهذا أمر يبدأ في القلب ثم يظهر في الخارج، نحن لا نلحظ إلا الخارج. إنسان كان مواظبا على الصلاة في الجماعة ترك صلاة الجماعة، إنسان كان مواظبا على تكبيرة الإحرام ترك تكبيرة الإحرام، إنسان كان مواظبا على الصيام ترك الصيام، وهكذا نحن نلحظ الأمر الظاهر، كان ملتزم أصبح غير ملتزم، لكن الحقيقة أن الأمر بدأ من الداخل، بدأ في القلب عندما تغير قلب الإنسان بأن أصبحت عباداته عبادات لا روح فيها، عندما زالت الأحوال، عندما زالت عبادات القلب، عندما حيل بينه وبينها، حين أصبحت الصلاة مثلا حركات يؤديها بلا خشوع، حين صار الصيام عبارة عن حرمان بالليل، حرمان بالنهار من الطعام والشرب والشهوة، متى ينتهي؟ يصبح يقول نفسي متى ينتهي هذا اليوم الطويل، والنفقة مغرم، يعد النفقة مغرما، والحج والعمرة مجهود زائد وتعب ومشقة ومفارقة للمسكن الهنيء المريح، أو يصبح عبارة عن مجرد مسامرات ومظاهر يعني ألفة مع الناس لمجرد
الأحوال الظاهرة أن تكون يعني مراعاة، يبدأ بعدها تغير في الظاهر. فمراعاة الأحوال حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول، فإنها تمر مر السحاب، تمر مرا سريعا دون أن تشعر، كأنك تظن إذا نظرت إليها كأنها ثابتة، وإذا هي تتحرك بسرعة وتزول عنك حيث لم تراعيها، لم تصنها، لم تحفظها، عرضتها بسبب الذنوب إلى أن تفقد منك. كما يروى في بعض الآثار أن رجلا من بني إسرائيل كان يقول في دعائه: يا ربي يعني كم لك من نعمة علي أن أعصيك وأذنب وأنت تستر علي أو لا تعاقبني. فقال يعني أوحي أو قذف في قلبه: كيف وأنا كيف لم أعاقبك؟ ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ هناك أحوال بلا شك تؤدي إلى هناك أعمال تؤدي إلى زوال العبادة القلبية، تؤدي إلى أن تصبح العبادة الظاهرة كما ذكرنا بلا روح، لا يجد الإنسان حب الله لأنه مشغول بإرادات أخرى، لأنه أصبحت شهواته تغلبه. يقول: فإنها تمر مر السحاب، فإن لم يرعى حقوقها حالت، ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء. بدوام الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، يظل وفيا لما أنعم الله عز وجل عليه هذه النعمة، يظل ملازما لطاعة الله حتى لا تزول عنه هذه النعمة الباطنة. وتجنب الجفاء، الجفوة التي بينك وبين ربك، الجفاء أن تشعر بوحشة وغربة على عن طريق الحق، عن طريق الله سبحانه وتعالى، كأنك غريب وسط أهل الطاعة والإيمان. ويراعيها أيضا بإكرام نزولها، فإنها ضيف، والضيف إن لم تكرم نزوله ارتحل. يراعيها أيضا بإكرام نزولها، عندما تنزل بك تحتفي بها، تفرح بوجودها، وتسر بما أنعم الله عز وجل عليك، وتعرف قدرها، وكما ذكرنا بأن تؤدي العبادة يعني التي حصلت فيها على أكمل الوجوه، التي حصلت فيها هذه الأحوال. لأن العبادات الظاهرة كالوعاء الذي تحصل فيه العبادة الباطنة. إنك لن تؤتى مثلا لبنا من غير أن تأتي بوعاء. عايز تشرب لبن لازم تعمل إيه؟ جيب كوباية، جيب حلة، جيب كيس. مفيش حاجة من كده هتستفيد باللبن إزاي؟ مفيش. العبادات الباطنة دي مش هتأتي من خلال يعني أحلام أو من غير عبادة تؤديها. فإذا نزلت هذه المنن الإلهية في قلب العبد، فلا بد أن يكرم نزولها بأن يؤدي العبادة التي حصلت فيها على أكمل الأحوال. يقول: ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يده عليها، وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا ناهب. كأنه زي ما مالك بتاخد بالك منه، معاك فلوس كثيرة تحطها في الجيب جامد جوه، وتروح جاي رابط عليها سوستة مثلا لما يكون في لوها لها مكان، أو تقفل الشنطة بالأرقام السرية، أو تحطها في مكان في خزنة وتقفل عليها الخزنة علشان تحفظ الايه؟ المال ده حتى لا يضيع. فأنت تريد أن تضبطها ملكة، يعني ما تفرطش فيها أبدا، لا تفرط في هذه العبادات الباطنة، لا تفرط في هذه الأحوال القلبية. هذا تشد يدك عليها، تلتزمها، لا تتركها تخرج. وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا ناهب، حد عايز ينهب هذه الأحوال. مين دول؟ المفسدين في الأرض، أهل البدع والضلال، وكذلك أهل الدنيا، أهل الشهوات، يا إما أهل شبهات يا إما أهل شهوات، دول قطاع الطريق النهابون. لماذا؟ لأنك إذا جلست معهم فإنهم يفسدون عليك قلبك، يفسدون عليك حالك، يفسدون ما تجد من لذة
العبادة من حلاوة الإيمان من الحب والخوف والرجاء. أتتصور مثلا من قوم جلسوا يتكلمون في أنواع الانحراف والبدع والضلال، أيمكن أن يمن الله عليهم بمزيد حبه؟ ناس عادين مثلا يتكلمون في أنواع العقائد الفاسدة ويتكلمون بالمنكرات من البدع، من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، علم الكلام مثلا، أو على سبيل المثال من تولي أعداء الله سبحانه وتعالى، أيمكن أن يمن الله عز وجل عليهم بمننه الباطنة؟ أناس يحبون الكفار ويجاملونهم ويتولونهم ويقولون عنهم أنهم ليسوا بكفار، أو أننا لا نسيء إليهم أبدا، إيه نسيء إليهم نقول عليهم كفرة، ومثلا أن ينفي قدر الله سبحانه وتعالى، أن ينكر عذاب القبر، أن يقول مثلا أن الإيمان قول بلا عمل مثلا، أو أن يكفر المسلمين ويكفر بارتكاب الكبيرة ونحو ذلك، كل هذه تذهب الأحوال القلبية. لذلك تجد إنسان إذا ابتدع بدعة أو قال قولا يخالف الشرع قد انتهب من قلبه الخشوع. تجد على سبيل المثال إنسان مثلا وقع في ضلال في مسألة معينة، يفتي مثلا بإباحة الربا أو بإباحة الغناء أو بجواز يعني أو يبرر على سبيل المثال الفواحش الاختلاط المحرم، ويبرر للناس على سبيل المثال أذية المسلمين واحتلال بلادهم، ويروج مثلا طاعة الكفر والمنافقين، هل يمكن أن يمن عليه بالخشوع؟ سمح لقطاع الطرق بأن ينهبوا أحواله. ولذلك هذا أمر يشعر بأن الإنسان الأحوال الباطنة أشياء توجد في القلب ويظهر لها آثار في ظاهر الإنسان، والقلوب تدرك حتى ولو لم يكن هناك ظاهر، لكن القلوب تدرك، القلوب المؤمنة بينها تواصل، فيحصل فيها نوع من يعني المعرفة بهذا الحال الباطن. والله أعلى وأعلم. أهل الدنيا كذلك، إذا جلست مع أهل الدنيا نهبوك، نهبوا قلبك، لا أعني أنهم أخذوا يعني من جيبك أموالا، أخطر من ذلك، أفسدوا قلبك، جعلوك مثلهم، جعلوك تهتم بماذا؟ بالسخافات، بالمنكرات، بالضلالات. أهم شيء عندهم إيه؟ الفيلم الجديد، المرأة الجميلة، الرقصة، الفسحة، المباراة، اللعب الفلاني، وهكذا. السخافات والضلالات، أهل الدنيا يعني ليس عندهم هم إلا هذه بلا شك، رغما عن الإنسان تؤثر في قلبه. تشتكي الناس اللي قاعدة تلعب طاولة من أبسط الأشياء، وشربوا شيشة ويغتابون وينمون، أترى أنهم يمكن أن يمن عليهم بحب الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة؟ ده هو غالب الحال بيعمل إيه؟ بيبقى على القهوة وإيه؟ ما يجيش يصلي. فلو جه يصلي يعمل ايه؟ يصليها ايه؟ كروته وعايز يمشي على طول. ده اللي بيصلي منهم. قول لي اللي بيحضر ماتش كوره بيبقى من قاعد من اول النهار في الاستاد لغايه اخر النهار، ده لو صلى هيعمل ايه؟ هيصلي باي طريقه. ده اللي بيصلي منهم. فما بالك بمن يترك هذا بالكليه؟ طب ما بالك بمن يرتكب ما هو اكثر فحشا وفسادا والعياذ بالله من المعاصي والمنكرات، او يظلم أو يغتصب أو يسرق أو يزني أو يفعل الكبائر؟ كل دول قطاع الطرق الناهبون. بل في الحقيقة الذي يشغلك عن الله ولو بكلام يظن أنه مباح، إنه يقعد يتكلمه في كلام فارغ، هؤلاء قطاع طرق. إن واحد يقعد يحكي لك حكاياته الطويلة جدا، ذكرياته على سبيل المثال، أصلا أنا كنت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، ويضيع العمر في ذلك، وهو الإنسان حياته يعني بمجرد انشغاله بدنياه يحصل له قسوة في القلب، فكيف إذا عاش إنما يتكلم حول
الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام اللغو. ولذلك كان سماع مثل هذا قطع طريق، والسماح بهذا قطع طريق. ومن أشد هذه الشهوات أهل الشهوات الباطنة الشهوات الإبليسية التي هي مردها إلى الرياء والسمعة والكبر والعجب والغرور، لأن هذه شهوات أيضا، فساد في الاعتقاد أو فساد في الإرادات، شبهات وشهوات هؤلاء أصحابها هم قطاع الطرق النهابون. فإذا راعيت الأحوال بأن تضبطها تمسكها، يعني يوم ما تشعر بها تجدها لا تفرط فيها بأن تسمح لأحد أن يقطعك عنها أو أن يحرمك منها، ويراعيها أيضا بالانقياد لحكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر، يراعيها بالانقياد لحكمها والإذعان لسلطانه، لأن لهذه الأحوال غلبة وقوة على قلب الإنسان تجعله يعمل أعمالا معينة بمقتضى الحب مثلا، بمقتضى الإخلاص، بمقتضى الافتقار إلى الله، بمقتضى الخوف منه سبحانه وتعالى. لها سلطان يحرك الإنسان إلى العمل، إلى عمل معين. بالحقيقة لا يمكن الإنسان أن يقدم على الجهاد ولا على قول الحق في الناس وأن لا يخاف في الله لومة لائم إلا بأحوال إيمانية قلبية، إلا بأحوال باطنة. لا يمكن أن يقدر على مواجهة الباطل إلا بوجود شيء يدفعه إلى ذلك من حب لله سبحانه وتعالى وخوف منه ورجاء لفضله. لا شك بدون ذلك لا يمكن أن يقدم مثل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أن يقاتل حتى يكون بجسده 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة برمح ورمية بسهم، وهو مستمر في القتال رضي الله تعالى عنه. ولا بد من وجود شيء يجعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تقطع يده التي رفع بها اللواء فيمسكه بالشمال، فتقطع يده الشمال فيحتضنه بعضديه حتى يقتل، وأن يوجد 34 ضربة وجرحا ليس شيء منها في ظهره ولا يعني في مؤخره، لابد أنه ولد شيئا. هذا في الحقيقة انقياد لحكم المحبة الصادقة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والإخلاص الصادق في نصرة الدين. وهذا الذي يعني عندما تجد هذا الأمر وجدت أثر كمال التوكل، عند كمال التوكل على الله وجدت قوة في الحق. في إنسان ممكن يعني يجبن عند قول الحق سوف يضيع الحال، سوف ينقص هذا التوكل إذا لم تنقاد لحكم هذه الأحوال الباطنة وإذا لم تذعن لسلطانها، إذا وافق الأمر الشرعي. وإلا على سبيل المثال إذا كانت الجرأة مثلا مذمومة في مقام معين وأنها تؤدي إلى مفسدة والشرع يأمرك أن تراعي ذلك، كانت الحكمة وكان التريث مثلا هو المطلوب شرعا فأنت تلتزم بذلك ولا يجعلك الشوق الزائد مثلا إلى الآخرة تقدم على عمل لا يكون مأمور به شرعا. إنسان على سبيل المثال عنده شوق شديد جدا للشهادة فيطلب الشهادة وشاعر بحب الشهادة والرغبة في الشهادة، يوم يقدم على عمل أهوج، يقدم على عمل يقول لماذا تفعله، يقول لك أريد أن أموت شهيدا. يترتب على ماذا هذا الأمر؟ يترتب عليه فساد، سفك دماء معصومة، تضيع مصلحة المسلمين، تكسر قلوبهم بما يحصل لبعضهم من أذى ونحو ذلك دون مصلحة شرعية. فهذا الأمر يحتاج إلى فقه دقيق ويحتاج إلى أحوال باطنة يعني بصيرة نافذة حتى يفرق ما بين الإقدام والإحجام. قد يكون الفعل الواحد موصوفا بأوصاف متعددة، قد يكون الفعل الواحد يمكن أن تقول هذه جرأة في الحق، ويمكن أن تقول عن نفس الفعل تهور، يمكن أن تقول عن الفعل حكمة، ويمكن أن تقول عنه أنه جبن وخور.
وتضيء للدين. ويمكن أن كل إنسان يظن ذلك، يمكن أن تقول أن هذه سياسة مثلا ويمكن أن تسميها مدهنة، يمكن أن تكون هذه هذا الفعل مثلا أو هذا الموقف يكون يعني شجاعة مثلا، ويمكن أن يكون كما ذكرنا تهور. فالأمر يختلف، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بصيرة. ولذلك كثير جدا من الناس الأحوال هي التي تحركه، وهذا أمر طيب، لكن لابد أن يكون موافقا للأمر الشرعي، لابد أن يكون بمراعاة المصالح والمفاسد، لابد أن يكون موافقا للشرع. وإلا فإنسان على سبيل المثال غلبه الحب وجذبه الشوق فقام يصيح أم يصرخ ويرقص وتقول له إيه ده، يقول لك أنا حسيت بأحوال باطنة يعني عظيمة جدا، بحب ربنا جدا. طب هو رب أذن لك الشرع في أن تقوم وتصيح وترقص مثلا، وإن أنت تقوم تتنطط كما يفعل الصوفية ويزعمون أن هذا إيه من الأحوال بسبب الحال. الشطحات التي حصلت عند الكثيرين منهم، ما تبرير من يبررها؟ اللي بيبررها بيقول غلب عليه الحال حتى إيه خالف الشرع، لغاية ما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني والعياذ بالله. يقول لك ايه ده الحال ده، حال القرب الشديد اللي خلاه يقول الكلام. هو ده حال بقى يمكن ان يكون حال القرب الحقيقي يوصل ان يتكلم انسان بالكفر؟ ده مستحيل، ده وهم وخيال. ولذلك لا، اذا كان نقول ان الاحوال لها مقتضيات، العبادات القلبية لها مقتضيات. لو انت محب صادق لا يمكن ان تفرط على سبيل المثال في يعني العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. مقتضيات هذا الأمر يعني على سبيل المثال واحد محب لله جدا وبعدين ويعلم أن صيام مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس يحبه الله سبحانه وتعالى، وطلع يوم حر هيعمل ايه؟ هيصوم. واحد تاني ضعيف الحب ما عندوش حب، لا 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 ده النهاردة حر شديد قوي، لا أنا هتعب بلاش أحسن لما يجي يوم ايه يكون خفيف. هكذا هذا في الحقيقة لو أن الإنسان وجد حب الله سبحانه وتعالى أو الخوف منه أو رجاء ولم يعمل بمقتضى ذلك، لم ينقض حكم هذه الأحوال، فهو لم يراعي هذه الأحوال فغالبا ما تضيع منه. كما ذكرنا وجد يعني حال في أن الله توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، وجد أنه يرى أن الخلق لا يملكون له ضرا ولا نفعا، فهذا مقتضاه أن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. فإن فرط في ذلك ضاع الحكم لأنه لم يراعيه. لكن كما ذكرنا يضبط ذلك بضوابط الكتاب والسنة. كما ذكرنا بعض الناس يقدم على أمر لأنه يريد مقتضى الحال اقتضى ذلك. بعض القرارات على سبيل المثال عمر رضي الله عنه عندما بلغه خبر استشهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن أقدم على اتخاذ قرار الهجوم في المعركة رغم عدم تكافؤ الفرص تكافؤ القوة، فقال رحمه الله لو تحيز إلي لكنت فئته لكنت فئته. يعني كان القرار الحكيم كان إيه يتحيز إلى المؤمنين. القرار اللي اتخذوا ليه؟ لمقتضى الحال. فعلا زعلان جدا الناس عماله تستشهد هو ما استشهدش، فعايز بقى ايه يستشهد في سبيل الله عز وجل. لكن لابد ان يكون ذلك بمقتضى الامر اذا وافق الامر. بيقول عشان كده يقول يراعيها بالانقياد الى حكمها والاذعان لسلطانها اذا وافق الامر. اذا وافق الامر، طب اذا لم يوافق الامر؟ اذا كان مقتضى الادلة الشرعية ان الافضل الاحجام يبقى تحجم، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن الأفضل الإقدام يبقى تقدم، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن تتكلم تتكلم، إذا كان مقتضى الأدلة الشرعية أن تسكت تسكت، وهكذا. طب وهنعرف منين؟ ده الأمر ده محتاج بصيرة نافذة، محتاج لأن كل قرار يتخذه الإنسان في حياته هو في الحقيقة مبني على أحوال باطنة في القلب. يعني مؤمن ولا فاجر ولا بر ولا مطيع، كل واحد له أحوال بيتخذ بناء عليها مواقف في حياته.
والأمر الموازنة تكون في كثير من الأحيان صعبة جدا. وكما ذكرت أنه ممكن يتهيأ له أن الحكمة جبن، ويمكن أن يتهيأ له أن الشجاعة تهور يوم يحجم وهو في الحقيقة غير ذلك. لذلك الأمر، وكل الناس بتتصور أن هي مصيبة دائما، كل واحد بيحاول يبرر لنفسه أحواله ويقول أنا بصح، اللي أنا عملته هو السليم. والمؤمن أولا يراعي كثيرا جدا أحواله الباطنة، بمعنى هو دائما يعني يعمل بناء على ما يرده في قلبه مما يحبه الله سبحانه وتعالى من وجود هذه الأحوال الباطنة. يعني هو جرب عمل معين وجد فيه لذة الإيمان وحلاوتها وعرف ذلك، وده مقتضى الأدلة الشرعية، ده من ضمن أعظم المرجحات عنده اللي بتخليه انه يقدم على مثل هذا الأمر ويفعله، لأن ده في الحقيقة انقياد لحكم الحال. الحال موجود، ومن خلال هذه العبادة أو من خلال هذا الأمر من خلال هذا العمل فإنه يمضي على ذلك ويستمر عليه طالما أنه لم يخالف دليلا شرعيا، والله أعلم. قال ويراعيها أيضا بسترها تظرفا، وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه لئلا يعلموا بها، ولا يظهرها إلا لحجة أو حاجة أو مصلحة راجحة، فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين. إلا لحجة، إقامة الحجة على خلق الله سبحانه وتعالى، على من يحتاج إلى أن تقام عليه. هي الأحوال الباطنة يكون فيها إقامة حجة، يعني يكون بها إقامة حجة. نعم، لأن حجج الله سبحانه وتعالى من يعني تظهر بصدق القائمين بها. لو قلنا على سبيل المثال المباهلة، المباهلة من حجج الله سبحانه وتعالى، أليست كذلك؟ قد قال الله عز وجل فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. القصة بتاعت نزول هذه الآيات من ضمن حجج الله إلى يومنا هذا، أليست كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا على وفد نصارى نجران صدر سورة آل عمران حجج بينة واضحة يجادلون، فكانت نزلت الآيات، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه، ودعا إلى المباهلة. الصدق ده واليقين بأن الله عز وجل لا ينصره، عمل ايه في ظهر الصدق بلا شك، عمل ايه في المخالفين؟ خلاهم يقولوا ايه؟ لئن باهلناه وكان نبيا لم نفلح ابدا. هم مش متيقنين من حالهم، قامت قالوا يعني ممكن يبقى في قتال عشان يدفعوا الجزية، ده بالمباهلة عملوا ايه؟ قالوا نعطيك الجزية ولن نؤمن ولن ايه ولن نباهلك. اليهود لما دعوا الى ما إلى تمني الموت قال الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دعوا إلى المبالاة، انسحبوا ورفضوا. ده ظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة، ولذلك هذا من ضمن الحجج لله سبحانه وتعالى على عباده. هذه الأحوال الباطنة من ضمن الحجج، يظهرها لإقامة الحجة، يظهر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجة لله سبحانه وتعالى على عباده. لأن كثيرا من الأحوال الباطنة تكون من ضمن حجج الله عز وجل على عباده. وكذلك حاجة، يعني احتاج إلى أمر معين أو احتاج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو مصلحة راجحة، مثل إنسان سوف يعني ينتفع بهذا الأمر الذي يظهر. على سبيل المثال كأن السلف كان يرى مثلا مثل مجرى الدموع في وجهه يكثر ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو كان لا يملك نفسه في البكاء، ولكن ظهور خشية أبي بكر في الصلاة كان إيه؟ كان من الحجج، كما أنه كان من الإيه؟ من المصالح الراجحة. لأن كم من الناس أسلم بسماع قراءة أبي بكر،
المشركين كانوا يشترطون على من يعني أجار أبا بكر أن لا يقرأ أمام الناس، يقولوا له ما يقراش قرآن، ما يصليش قدام الناس، عايز يصلي يصلي في بيته لأنه يغلب صبياننا ونساءنا علينا، الشباب بتوعنا بيسمعوه بيتغيروا بيسلموا، وكانوا يذهبون إليه ينظرون إليه وهو يصلي فقط ما بيعملوش حاجة. ثمامة بن أثال إيه اللي خلاه يسلم؟ شاف مين؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بيصلوا، الرسول ما كلموش بس شافهم بيصلوا. أحوال صادقة وخشوع في الصلاة يؤدي إلى مصالح عظيمة جدا. ولذلك هناك أحيانا تكون هناك حاجة أو مصلحة، هناك حاجة لإظهار هذه الأمور هو لا يقصدها في الحقيقة لكنها ظهرت، مش هيسترها بقى، يعني هو الأصل بيتعمد كتمها، لكن إذا كان هناك مصلحة، مصلحة له أو مصلحة لغيره، حاجة له إن هو على سبيل المثال يخشع في هذه الصلاة، لو هو كتم هذا دائما حيلاقي نفسه مش خاشع، فلا ينبغي أن يستر في هذه الحالة. مثلا صائم مثلا ووجد هنا وهناك مصلحة راجحة في إظهار أنه إيه؟ صائم، أن يقتدي به غيره وأن يكف شره عنه، لذلك يقول إني إيه؟ إن قتله أحد فليقل إني صائم إني صائم، ليس كذلك؟ هو الأصل أنه بيعمل إيه؟ يستر ذلك. حتى بعض العلماء قال أنه يستحب أن يقول إني صائم في الفرض دون الإيه؟ دون النفل، عشان الفرض ما الناس كلها صايمة، فهيقول إني صائم من هذا الباب، والنفل ما يقولش، والظاهر نقول في الحالتين، لأن هنا مصلحة راجحة في أن يظهر هذا الحال أو هذا العمل، العبادة الباطنة كذلك، والله أعلم وأعلم. إظهار الأحوال الباطنة بدون مصلحة راجحة فيه آفات عديدة، فيه عرضة للرياء والسمعة، فيه تعريض ذلك للحساد والحاقدين أن يسعوا في إذهاب هذا الحال عنه وشغله عن ربه سبحانه وتعالى. يقول وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز. الصادقين والأحوال دي كنز محدش يطلع عليها، اللي يظهرها كده أحمق وعاجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان، وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. الغني ده ما يقولكش على فلوسه كام وحساباته في البنك إيه، سرية ممنوع الاطلاع. فهكذا الصادقون يسترون أحوالهم الباطنة ويكتمونها أكثر من ستر وكتم أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم، حتى إن منهم من يظهر أضدادها نفيا وجحدا، وهم أصحاب الملامتية، يظهر خلاف الأمر ده، وده مش مأمور به، ما الملامتية ما يظهر غير ذلك، يظهر خلاف ما هو عليه، يعني على سبيل المثال مثلا، يعني هذا غير مطلوب أن يعني مثلا يقولك يوم الصيام يدهن عشان ما يبانش انه صائم، ده أمثل الأمثلة يعني. يقول ولهم طريقة معروفة، وكما شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل. الحقيقة أنه لا يؤمر بأن يظهر مثلا عدم الخشوع في الصلاة، هذا كلام منكر، يظهر عدم البكاء، ما يعني يظهر أنه مثلا بيتبسم عند قراءة القرآن، أمر غير مشروع، لكن كما ذكرنا لا يظهر هذا الأمر إلا إذا كان هناك مصلحة. كان بعض السلف رضوان الله عليهم من شدة يبكي كثيرا، ثم بعد ذلك إذا خلقته عمر يقول ما أشد الزكام أو نحو ذلك، لكي لا يلتفت إليه الناس، يستر هذه الأحوال. يقول واتفقت الطائفة على أن من أطلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقته، إلا لحاجة إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة. الله المستعان. قل قول هذا واستغفر الله. غدا إن شاء الله بمسجد حوض 10 عقد الزواج الأخ يحيى على ابنة الشيخ عبد المعطي على صلاة المغرب.
تم أخذ مبلغ من المال عن طريق جمعية مع بعض الأصدقاء، كيفية إخراج الزكاة؟ هل هي بعد انتهاء الجمعية أم عند أخذ المبلغ؟ الذي يدخل جمعية يسدد أقساطا، بعضها قبل وبعضها بعد قبضه للمبلغ. أحيانا يكون كل الأقساط قبل وأحيانا تكون كلها بعد. هو الذي يملكه من هذا المال هو ما دفع أقساطه، والباقي دين عليه. انت دلوقتي لما تقبض الجمعية دي، الحقيقة ان الجمعية عبارة عن اقراض يعني لمدة، ثم بعد ذلك اقتراض. لما يقبض الفلوس يبقى بيه، بيبقى بياخد الفلوس اللي هو كان مسلفها اللي عطلهم اللي قبضوها قبليه، وبيقترض من الاخرين الاقساط اللي هو لسه هيسددها لهم بعد ذلك. فيبقى زكاتها زكاة الدين، زكاة الجمعية دي زكاة الدين. اذا هو كان له مال اخر غير المال ده، هو دلوقتي على سبيل المثال معاه 500 جنيه، معاه 1000 جنيه في ايده، وداخل جمعية دفع منها الجمعية ب 100 جنيه دفع منها 10 اقساط، يبقى هو في الحقيقة في يوم وجوب الزكاة بتاعته هو بقى يملك كام؟ 2000، مش كده؟ انه دفع ايه؟ معاه 1000 وهو دفع 1000 سدد الناس. دي زكاة الدين، هو لسه ما قبضش الجمعية، فبالتالي هيبقى عليه زكاة لل2000. لكن اللي هو اللي هم بره، الألف اللي بره يجوز يأخرها لحين استلام الدين، لحين ما يعني يقبض دينه من الآخرين، ويمكن أن يخرجها فورا. يبقى هو عليه زكاة ال2000، يعني يطلعها دلوقتي، يعني يستنى لما الناس تجيب له الجمعية يطلع زكاة الايه؟ الألف اللي هو وجبت عليه لأنها من ماله. طب هو لما جه قبض الجمعية قبضها 2000، بقى معاه 3، بس في الحقيقة في 1000 منهم ايه؟ عليه، ده مديون بيه، وبالتالي مين اللي هيطلع زكاته ده؟ صحابه، مش هو. أنا استلفت 1000 جنيه من واحد وحطيته على الفلوس بتاعتي اللي هم 2000، بقت الزكاة، بقى الزكاة واجب عليها في كام؟ 2000 مش في 3، مع إن في إيدي 3، ولكن يجب عليا أن أخرج زكاة ايه؟ ما أملك وليس ما أنا مدين به، يبقى بخصم الديون اللي عليا من المواد اللي في إيدي. لا، حول الحول ده، ما هو حول الحول على أصل ماله. لو كان له مال، هو ما في جمعيات طويلة، ممكن يكون حال الحول الجمعية مثلا ب200 جنيه لمدة 24 شهر، بعد سنة هو في الحقيقة دفع كام؟ 2400، مش كده؟ يبقى هو ملك النصاب امتى؟ وعد عليه الحول، مش كده؟ يبقى لما يعد، لما لو يملك النصاب مر على ملك النصاب حول كامل، يبقى يخرج زكاته. مش كل المال المستفاد من جنس الاصل يعتبر بحول الاصل. التاريخ اللي ملك فيه النصاب هو ده اللي هيحسب عليه الزكاه بتاعته. حتى الفلوس اللي لسه جايه له امبارح هيضمها ويطلع زكاتها. ماشي كده؟ رجل عقد على امرأة وبعد العقد تكلم معها عن طريق الشات، وفي أثناء الكلام وهو يذكر محاسنها قال لها: أنت كنت طلقة. بيقول أي امرأة جميلة حسب المصطلح العامي الدارج. هو الناس دلوقتي يقولوا كده؟ لا معلش، يعني ده بقى أصبح مصطلح أنا أول مرة أسمعه صراحة. ما انا طلقة رصاص، مش كده؟ هما بيقولوا كده فعلا؟ انا بسأل بس، هما بيقولوا مصطلح شباب فعلا جديد كده، ان طلقة معناها طلقة الرصاص؟ لو فعلا كده بقى خلاص، لو هي فعلا بقى في اصطلاح كده، عشان الاصل عند الناس ان كلمة طلقة يعني ايه؟ متطلقة. لكن لو هو قصد ذلك وهي فعلا بقت مصطلح عند الناس، ما تتحسبش طلاق. لا يقصد الطلاق من قريب ولا بعيد، دي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هذا بينه وبين الله. ديانة لو حد سمعه بيقول كده اقصد قضاء، وراح شهد عند القاضي بان فلان قال لزوجته انت طلقة، يروح يشهد عليه تطلق منه،
لكن ديانة بينه وبين الله وهو فعلا قصده ان انت صارخة الجمال ويعني منفجرة فيه يبقى ليس بطلاق. ها بس ده مش هزار، ده قصده طلقة، يعني طلقة فعلا، طلقة رصاص. هما بيقولوا كده والله، انا مش انا اللي قلت، انا حقيقة اول مرة اسمع الموضوع ده. لكن لو هو في واحد فعلا اصبح عند الناس وقال لها انت طلقة يعني طلقة رصاص، قصده كده يشبهها بالاندفاع القوي جدا في امر معين، يبقى مش واقع طلاق، مش هزار. لو بيهزر في انت طلقة يعني تقول له ما ده ده بيقول لها لو ما عملتيش كده طلقك، تقول له طب ما تطلقني من دلوقتي، هم عمالين يضحكوا. فقال لها طب انت طلقة او انت طلقة، يبقى اتطلقت. اهو ده بقى هزلهن ايه جد، هزلهن جد ده بيهزر معاها وقال لها انت طلقة، اللي هي ايه اللي هي بمعنى الطلاق وليس بمعنى الاندفاع الشديد في الجمال كما يقولون. انا اول مرة اعرفه مش ان دي كناية، هو عنده دي كناية خلاص. ها قال لها انت طلقة بقى بمعنى ايه بقى عند الناس اللي هو الطلاق، يبقى طلقت. لكن هو قال انها طلقة بمعنى ليست طالقة ولكن طلقة، واخد باله منها اللي هي طه لام قاف، يبقى خلاص لا تقع الطلاق. ما هو الضابط في عدم احتساب طلاق الغضبان؟ الطلاق الغضبان ليس هناك نص بلفظ الغضب، ولكن هناك حديث لا طلاق في إغلاق، وهو حديث حسن. والإغلاق فسر بالجنون وفسر بالطلاق المغلق بالغضب المغلق العقل، وده الصحيح، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وده يدل على أن الغضب المغلق للعقل الذي يذهب العقل هو الذي لا يحتسب معه الطلاق، لكن يعي ما يقول ويدرك ويرد، يكون الطلاق ده كان رد فعل لتصرف استفزه فأحب أن ينتصر نفسي أو يغيظ الذي أمامه، واعي لما يقول، يسرد الحكاية كاملة، فإن هذا يقع لا أشك في وقوعه. الإنسان اللي بيطلق وبعدين يندم ليس هذا مغلق العقل، لا مغلق العقل إغلاق، يعني لا يعي ما يقول، لا يشعر إذا قيل له أنت قلت كذا وكذا. هو ابن القيم رحمه الله بيقسم إلى ثلاث أنواع: واحد لا يقصد ولا يدري، واحد يدري ولا يقصد اللي هو الطلاق المتوسط، واحد يقصد ويدري ولكن يعني قد طلقها حال الغضب. فمبادئ الغضب ده بيقول واقع باتفاق، والأولاني غير واقع باتفاق، والتانية دي محل اجتهاد، هو بيميل إلى عدم الوقوع اللي هو الحال المتوسط ده. والصحيح بل الصواب أنه إذا كان يعي ما يقول فليس بمغلق العقل، والغضب ليس عليه حكم معلق بوصف الغضب، وإنما الحكم الشرعي معلق على وصف الإغلاق. الله أعلم. لذلك أنا لا أخذ كلام ابن القيم في هذه المسألة. رجل دخل المسجد في آخر ركعة فقطع الصفوف وصل الصف الأمامي، أيضا طفل فعل ذلك ويداوم عليه، هل هذا جائز؟ لماذا؟ هل كان في الصف الأمامي فرجة وهم تركوها فهم مقصرون؟ فإذا كان كذلك فيجوز أن يفعل. وأما إذا لم يكن هناك فرجة وإنما يضيق المكان على أهله ويشق الصفوف بلا سبب فلا يجوز ذلك. حكم الدم الذي نزل من امرأة اسقطت جنينها بعد شهرين، اذا نزل هذا الجنين وله ظهور بداية خلق انسان، خلق ادمي، فهذا نفاس. واذا لم يظهر ظهور يعني يظهر فيه تخطيط خلق ادمي فهذا ليس بنفاس. ان امكن ان يكون حيضا لان الدورة قد انقطعت عنها، الحيض قد انقطع عنها، فالظاهر أنه يكون حيضا. وإذا لم يمكن أن يكون حيضا لأن الدورة لم تكن قد انقطعت وكانت لا تدري أنها حامل ثم ظهر هذا الأمر، فهو ذم فسد. لكن الظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا يكون الإجهاض اللي في الأول ده بيكون دم
يشبه دم الحيض. إمام قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، يسجد سجدة سهو إن أدرك الأمر، فقال سمع الله لمن حمده وهو في هذا الركن وهو ركن الاعتدال من الركوع لم يحتاج إلى السجود. وأما إذا لم يقل سمع الله لمن حمده ولم يستدرك الأمر واكتفى بالتكبير وجب عليه أن يسجد ركعتي، يجب عليه أن يسجد سجدتي سهو. حكم فوائد البنوك الإسلامية، أنا أنصح بالتصدق بنسبة منها، لأن هذه بنوك وإن كانت في لوائحها وقواعدها تنص على التزام أحكام الشريعة إلا أنه ليس هناك تطبيق عملي كامل لهذه الأمور لجهالة الموظفين وعدم أمانة بعضهم ولبعض المخالفات في النظام الكلي وإن أقرته بعض اللجان الشرعية مثل فوائد التأخير أو غرامة التأخير، فهذا وإن كانت قد أقرته لجان شرعية من علماء محترمين في بعض البنوك الإسلامية إلا أن هذا خطأ بلا شك وزلة. فوائد التأخير أو غرامة التأخير ربا لا شك فيه، فننصح بالتخلص من جزء من الربح. نص، ثلاث ارباع، ربع، تلت، ما تيسر. ولو خدهم كلهم الوزر على البنك، ولو ما اخدهمش كلهم فهو احوط، اتصدق بيهم كلهم. كل قول هذا استاذ.